مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جاءت نتائجه كصدمة على الأسواق العالمية وأغرقت اقتصاد البلد في المجهول، فما الذي يحمله المستقبل لاقتصاد المملكة المتحدة؟ كبير الاقتصاديين ورئيس الاستراتيجية في وورد فيرست جيريمي كوك يقول: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث، ستكون هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد البريطاني، ونحن نعرف أن الشركات من المرجح أن تعقد نفقات رأس مال الاستثمار هنا في المملكة المتحدة. الاقتصاد البريطاني شهد نموا متزايدا في الآونة الأخيرة، معدل البطالة في البلاد تراجع بين فبراير وأبريل الماضيين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام 2005 ببلوغه نسبة 5%، كما شهد معدل التضخم استقرارا عند 0.3%، ولكن هل سيغير تصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي الأمور في البلاد؟ أعتقد أنه على المدى القريب ستتأثر الثقة سواء في مجال الاستثمار أو الأعمال التجارية، أو بالتأكيد ثقة المستهلك. أنا أرى أنه من المرجح أن نشهد خزنة مشددة في الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه من الصعب أن نرى ذلك خلال شهرين، ربما ثلاثة أو أربعة. مؤسسة ستاندرد بورس لتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين أعلنت هذا الجمعة أنه لا يمكن الحفاظ على تصنيف الائتماني الممتاز AAA لبريطانيا بعدما اختار الناخبون المغادرة.